جسمه تكون مضمورة وعند حالة الطول مالته أطول، يقول أكثر من الطول مالته الكولجين الأخرى الركبة مالته تكون عريضة ومثل الجروب صاير بيها. هذول كلينيكال كونديشن، هذول المرضى اللي عندهم هاي الكروموسوم مالته الخلل هاي صارت، هاي أمثلة عليها بس مجرد كلينيكال. أركي لي بعد هنا المالتيبل اكس سندروم المومن، هذا ايضا يصير المرض باكسن كي يتميز تخلف عقلي، تخلف عقلي يصير عندهم وطبعا مبايض. هذا مرض متعدد، الحاله الاوليه اللي قلنا عليها بس المبايض والرياجين الستيس امور بها نهائيا والمبايض ما موجوده بالانسان بالبنات اللي عندهم هاي الحاله، لا كل الامراض صارت مالتر. هذا يصير ب اذا تلاحظون المنتر ابنورماليتيز اضافه الى كل الصفات مالت الكروموسومات المولديه. منها مثال عندنا كلين فلتر سندروم، كلين فلتر سندروم هذول يكون على حالتين اما نساء واما رجال. كلين فلتر سندروم يصير رجال طالعين يصير عندهم، هذول الرجال هم اللي يكون صار عندهم كلين فلتر سندروم ما عندهم سبرماتوزوا، عندهم الانترستيشيال هايبربليجيا بالتيستس وما عندهم سبرماتوزوا، وعندهم الثدي ماله يصير جاينيكوماستيا، الثدي مالته يصير مثل ثدي الفيميل يسموه جاينيكوماستيا، هذول يصير عندهم اضافه اذا الذكاء مالتهم يصير كلش قليل وهاي الكروموسومات مالتهم مصفطه، يشوفون 47 من الجهه ومن كل جهه صار عندهم 47 كروموسوم من كل جهه، اضافه الى ذلك الترتيب مالتها الانثويه والذكريه تكون اما تكون اكس اكس واي، المفروض اكس واي تنهج الفرق اكس واي اكس اكس واي او 3 اكس واي او 4 اكس واي او 5 اكس واي وهكذا. الواي واي سندروم هذيش الاكس سندروم، رياجين انصابوا بالكروموسوم الانثوي، الرجل عنده اكس واي والمراه اكس اكس، الاكس مالت الرجل انصاب طلع هذول عندهم اللي قلت لكم اللي ما عندهم سبرماتوزوا ومو طبيعي وعنده 47 كروموسوم، الاكس مالته عالي. اذا سمعاني فيمينايزيشن يسموه، فيمينايزيشن هذول عندهم صفه انثويه، الترتيب جسمه والحوض ماله وصوته والكسس ماكو صايره ضمور بها. الحاله الثانيه واي واي سندروم، لا هذا يصير الواي اكثر من سته من الاكس، فهم تشوفه هذول يصير عندهم هم ذكاء ما عندهم ذكاء، ويكون عندهم عصبي المزاج، الطول مالته طويل يصير، هذاك الحد خمسه هذا الحد سته اقدام، ويكون بهم اكس واي واي او اكس، شوف الواي هنا المضاعف، هنا الواي المضاعف، هناك الاكس المضاعف، هذا هو كلين فلتر سندروم اللي يصير به الرياج. عندنا كروموسوم ابنورماليتيز اند ابورشن، هذا طبعا هنا اثناء التطور مالت الحمل ممكن المراه تتعرض الى اشعاعات من الجو او النساء اللي قريبات على الاشعه الممرضات او من الجو، هذني يصير عندهم ابورشن. ليش؟ لان الكروموسومات مالت الجنين مالته صار فيها دمج نتيجه الاشعاع، مثل ما قلنا احد اسباب الكروموسومات ابنورماليتيز هو الاشعاع، فهذا يصير عندهم تطرح. ليش؟ لان يعني الجنين كروموسوماته صارت مو طبيعيه، فمن كيف يرجع؟ نقول مات الجنين ببطن امه يعني من وراء الاشعاعات اللي تصير نتيجه تعرض امه للاشعاعات وبدايه الحمل. هاي الحاله. الكروموسومال انومالي واللوكيميا، طبعا هذا كل الكروموسوم مثل ما قلت لكم فيلادلفيا كروموسوم، احد الكروموسومات يسموه فيلادلفيا كروموسوم هو هذا المسؤول عن اللوكيميا، ولهذا جينيتيكال يصير بعض العوائل. العوائل اللي عندهم لوكيميا كلهم عندهم خلل بهذا الكروموسوم فيلادلفيا كروموسوم. من يصير به خلل ودمج
ومو طبيعي بالتركيبة ما تسلم. ولهذا شوف اللوكيميا لعوائل معينة محصورة. هذا أبوه جدة أخوته صاروا في نفس. حكولي بعد. هذا إني inherited disorder. هذا كل اللي أخذناه على الكروموسومات خلصنا. كل ما أخذنا الكروموسومات عددية وتركيبية وأمثلة عليها. أنا اللي يهمني من هذه كلها أنواع structural abnormalities مالت الكروموسوم فرع. والفرع الثاني أسباب الكروموسومات abnormalities. الإشعاعات والفيروسز والتقدم والعمر. هذا هالنقطتين تركزون عليهم بالضبط. خلصنا كروموسوم ابنورماليتيز. هسا انهيريتد ديس اوردر جينات. كروموسوم طبيعي بس الجين اللي الكروموسومات طبيعيه بس الجين اللي فيها خلل بالجين ديفكت بالجين. زين ولهذا هنا بعض من يزوجون عائله شوف جوالين عفوس فاتوا راكين مال هاي العائله من الام يقول لهم عندكم خلل بالجينات احنا ما نقدر وراهم ما علاقتكم وياهم انا ابغى تدونك من جينات عاداني مرات صارت علي حاكيه بنتهم اقول روح افحصوا الولد في جينات مو طبيعيه هذا الولد اللي تنطوله ولا اتاكدوا منه اذا الولد سليم ليش ما تنطوه؟ يعني ولد اخته مو طبيعيه او اخوه مو طبيعي بس هو شنو ذنب الولد؟ يابا انتم روحوا سووا ديتكشن للجين هذا الولد الولد اللي تنطوه جاركم ما دام انتم علاقتكم محبتكم الولد هذا سووا شوفوه عند هذا الجيل بعد في اكثر من مختبر سووه يعني وعائلة حتى قد ما علاقتي وياهم دسيتوا من تركيا قلت لهم روحوا تركيا تشيكوا هذا الجيل موجود بالولد ولا حتى تطمئنوا وبالفعل يعني راحوا تركيا وقالوا بعيد هنا سووا نيجاتيف قالوا يا ابو هاي التقارير فصارت قسمته فهذا تامن اطفاله ماكو بها مشكله هي جيناتها انينه اطفاله ماكو مشكله بس اللي يخلد الجينات هسا النوع الانيريتنس هذا طبعا يختلف من دائما تكون اما اوتوسومال او ريسيسيف اما هي ذاتيه اوتوسومال هي تتطور من جين الى من جين الى جين اخر هذا جين ديفكت ولا نسجع بهاي العائله الاولاد واولاده 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 كل ما يتزوج من بعيد تقل على هاي النسبه أو ريسيسيف تصير على أفراد معينة، طفرات معينة أثناء هذا صارت فيها أم صارت فيه، هذا صارت فيه أخو ما صارت فيه، ابنه ما صارت فيه، ابنه لا حفيده صارت فيه. هذه ريسيسيف أوتوسومال. وهنا بعطيكم عليها أمثلة أوتوسومال، مثلا هذا في أي جنريشن ممكن تصير وتنتقل إلى نصف الأطفال وتكون بالميل والفيميل بالتساوي يصير بيهم ان افكتد بيرسون اللي ما مصاب ما يحمل هاي الحاله اللي ما بي ديفكت بالجين مثل هاي العائله قلت انتم ما عندكم هاي الصفه عايش الولد ما بي شيء اخوته بيهم شيء ليش ما تنطق هذا شوف الحاله هنا يقول ان افكتد بيرس كان نو ترانسميت ذا كونديشن تو اذر كونديشن ما يمكن ما تمنع فهاي الحالة الأوتوسومال تصير بالتساوي بين النير والفيميل. وثانيا نصف الأطفال يصابون بها، هاي مشكلة. نجي على الديزيزز ديو تو الدومينانت انهيرتنس. هذه هي كوندروبليشيا، براديكا داكيكارديا، براداكي تيليا، يعني أصابع تصير صار وأعراض، صار تصير برادي كيجي يصير سابع بصاوم تام اللي يصير عنده الكوندروبليشيا الكوندروبليشيا الغضاريف مالته مو كامله تشوه بغضاريفه زين هاي مثل مال هانتنج كوريا كوريا مرض عصبي هذول اللي يعيشون مو شياب الكبار اللي انتهي بهم العمر هذول يصير هم بجهات رعشه من مميزاتها الكوريا اذا المالتيبل نيرو فايبروما يصير الجسم التعابل مال تليف مال نيرو فايبروما يصير الجسم على طول جسمه اضافه الى تيوبروس سكليروسيس الاوعيه الدمويه دائما يدورها تليف يصير
هذول مميزات الحالات المرضية الحالات الدومينانت انهيريتنس المستمرة نيروفايبروما أو غيرها أوتوسوما ريسيسيف هاي السر على فترات معينة هذه الشتابة تنتقل ما بيرجع هذا السر على المتقطع على تحول ولهذا يقول لها مش مدري لأبوي أجدادي كان بيهم شيء ما أدري يعني أنا أبوي أجدادي ما أدري بيهم شيء هذا السر هذا يصير أفضل البيرسون هو ريسيسيف جين فروم بوث هيز بارنت اند سو هوموزايجوس هذول هذا يصير بالمريض اللي يلد من ابوين بحيث تكون هوموزايجوس مو من من مو اكو عندنا توينز اكو هومو واكو هيتروزايجوس توينز فهذول هوموزايجوس هو يبقى كامله يسمى هوموزايجوس أكو تونز من هيتروزايجوس من بيضتين مختلفين يهول أطراف الهومو الأخوان الابنية والولد إذا من بويضة وحدة منقسمة هذول تكون أمراضهم كلش متقاربة بس إذا بويضتين نزل فيه وتلقحن هذا ميلا هيتروزايجوس أمراض هاي تختلف فهاي يصير بحالات الهوموزايجوس بالهذول وتكون صفاتها تكون ربع الاخوان يصابون مو مثل قبل شويه نصهم هنا ربعهم يعني هذا متقطع هذاك مستمر نص الافراد يصابون ونص لا هذا ربعهم يصابون البارنتس اند اوف سبرينج ار يبانون طبيعيين الميل والفيميل اكولي افكتد البارنتس اوف افكتد انديفيدجوال اوفن كونسانجينيوس تكون عندهم هذه الاعراض العصبيه اللي صايره من جراء هذا الرسم شتى اقل من 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 الاوتوسومال الاوتوسومال لازم يصير هذا لا ايش ما يصير هالجي ما صار جيل وراء يصير هذا ما صار جيل وراء يصير يجي على ديزيز ديتو ريسيسيف اوف هذا حكيت عنهم اكو امراض ايضا تصير وراثيه مثل فينايل كانت في فينايل كيتونيوريا هوموسيستينيوريا الكابتونيوريا سيستيك فايبروسيس مور جيزو ديزيز كونجينيتال ادرينال هايبرفيشيا هذني هم امراض وراثيه يصير نتيجه الاوتوسومال ريسيسيف جين نتيجه الريسيسيف انهيريتنس عندنا 6 لينكد انهيريتنس هذا مثل ما قلت لكم 6 لينكد اما اكس واما الواي اما هذه اما مرات المراه طبيعيه بس الرجال له حاله او الرجال طبيعي والمراه اللي خلف هذا اللي هاي الحاله انهيريتنس او اكس لينكد انهيريتنس ومثل ما قلنا والاكس لينكد هذا اكثر شيء نسبته اكثر من الواي الاكس الاكس انهيريتنس نسبته بنقل الامراض الوراثيه اكثر من الواي يعني الاكس نساء ولهذا النساء ينقل الامراض الوراثيه لاطفال اكثر من الرجال هاي عليها مثله فيميل تكون اصابتها كلش قليله دائما تكون الفيميل غير افكتد از اللي يفر طبعا مرات تكون مثل دانكن تايب او موسكولار ديستروفي يصير عندهم ضمور بالعضلات هذول ضعيف ضمور بالعضلات مالته هذا الطفل اللي يصير البنات نادرا ما يصابون به half of the sum of the carriers are affected half of their daughter are carrying قسمهم حاملين بهم قسم منهم never male to male transmission ما ينقل بس النساء تنقل عادي هذا من تنقل النساء نص من الاجيال تنصاب البنات ما يصابون الرياجيل يصابون بس حاملين الجين بعض البنات مو مصابات بس حاملات الجين من يزوج الممكن هم يصير المرض بس الرياجيل يبين بي لكن البنات ما يبين بي بس البنات حملات الجين من تتزوج البنية من واحد طبيعي ممكن يصير المرض ما طالع هاي الفكرة اللي الديزيز دي تو اكس لينكد ريسيسيف انهيريتنس هذا المسكول ديستروفي هيموفيليا كلر بلايندس هذني كليتن الهيموفيليا احد الامراض الوراثيه اللي يصير فقر الدم بالهيموفيليا نتيجه جين ديفكت الهيموفيليا المسكولار ديستروفي اكس لينكد دومينانت اكس لينكد دومينانت انهيريتنس هذول يصير عندهم فيتامين دي ريزيستنت ريكتس
عندهم الركس مقاوم الفيتامين دي. هاي العائله هذول العائله تعطي الفيتامين دي ليش الركس مالها تساعدهم؟ ليش عندهم عضلات الجهاز العضلي والهيكلي تلف مالهم تماما زين، فيكون يسموه ريسيستنت ركس. حكي لي بعد. هاي كلها امثله. سي اكس ليمتد ترايس ايضا هذا محصور ب يكون بس الاكس والواي محصور بها دائما يكون مثل ما قلت يبين بالميل بالفيميل ما يبين. مالتي فاكتوريال او بايولوجينيك انهيرتنس هذا يشمل كل شيء. كل الامراض الوراثيه مرات تتجمع بنفس المريض مثل ما قلنا بالمناعه. الامراض المناعيه تجمعت المريض بخلل بالثايرويد وخلل بالادرينا وخلل بالبيتيوتري وخلل وسكر عنده وجلد مالته مو طبيعي وبهاق عنده. هاي نفس الحاله صار انه مالتيبل اولي بوليجينيك انهيريتنس. الديزيز ديو تو مالتي فاكتوريال انهيريتنس هذه اللي هي تكون بايلوريك ستينوسس هير ليب without cleft palate congenital dislocation of the hip. هذول يصير عندهم ال بايلوريك انسداد المعده مالتهم بايلوريك ستينوس. هذول هذا المالتي فاكتوريال على هاي المالتي فاكتوريال بوليجينيك انهيريتنس. هذني شو يصير عندهم صفات مرضيه؟ المعده تلقاها مسدوده او الشفه مالته مشقوقه او الهارت باليت مشقوقه او كوجينيتا الهيب الشتف مالته مو مكانه غير المكان صاير على جهه معينه. هذا اللي بعد هذني امراض وراثيه. انتهينا من الكروموسومات والجينات. امراض الجينات وامراض الكروموسومات انتهيت منها. اجي هاي امراض وراثيه جماعه السكر. اذا السكر تسال هيرت ديزيز اكثر ما هو مو خلي اقول طن شكل كبير ما عندي بس هو مرض وراثي. اذا هاي الامثله دايابيتس ميليتس ديس اوردر اوف كاربوهيدرات ميتا انهيرتد ميتابوليك ديزيز. مرات تجيبها سؤال ان يمرت انهيرتد ميتابوليك. ما اقول جينيتك ولا اقول كروموسوم ولا اقول جينيتك ديزيز. انهيرتد وراثيه ميتابوليك يعني ايضية ميتابول ديزيز مثل هاي الامراض. السكر مرض السكر هو دائما مرض وراثي اللي يصير عندهم نقص الانسولين. انسولين تايب 1 ديبندنت انسولين هذا مرض وراثي. الطفل يطلع مصلوب السكر يعني ما عنده انسولين. الحاله الاخرى جالاكتوسيميا. جالاكتوسيميا هذه يصير خربطه بالجالاكتوز بالجسم ايضا مرض وراثي نتيجه اوتوسومال ريسيسيف جين. بعض العوائل شوف العائله كلها هذه سكر او نفس الشيء جالاكتوسيميا البنات فيها جالاكتوسيميا هذه البقيات خواتها مليئه. ننتقل الى هاي كلها امثله عليها. ليش هذوس جالاكتوسيميا؟ لان نقص بالجالاكتوز انزيم فوسفيت يوريدين ترانسفيرز. هذا الانزيم مسؤول عن الميتابوليزم مال الجالاكتوز بالجسم. فهذني البنات يظل الجالاكتوز على حاله بالجسم مالته. على حاله يظل الجالاكتوز بالجسم، ما يصير انزيم يحول الجالاكتوز الى مركبات اخرى يستفاد من الجسم. على حاله اذا مرض وراثي. اذا هذني الامراض انهيرتد ميتابوليك ديزيز تختلف عن كل اللي اخذناه. هذيش امراض على الكروموسومات وامراض الجينات، هاي امراض ميتابوليك. عائله كل شيء ما بيها بس طلع عندهم واحد يسكر. ليش؟ عنده جين ديفكت مال سكر. او جالاكتوسيميا. حكي لي بعد. شوف هذول يتميزون، رجعي لي برا. رجعي شوف هنا مميزاتهم بالمختبر ايش تلقي؟ هذول عندهم نقص غذائي، يتقيا، اسهال دائما، هيبات تضخم شو اسمه كاتركت التهاب العين، منتال ريتارديشن. هذول العائله اللي يصير عندهم الجالاكتوز. اللابراتوري يشوف ارتفاع نسبه الجالاكتوز، الجالاكتوز يوريا البومين، يوريا امينو اسيد يوريا، هذول كل المرتفعات، ديفيشنت اريثروسايت جالاكتوز، فوسفيت يوريدين ترانسفيرز. هذني بالمختبر تلقيها بهاي العائله اللي بيهم خاصه بالبنات. وهذا دايبس ميليتس بالاطفال وهذه بالبنات اللي تصير نتيجه الديستيربانس ميتابوليزم لانه خلل بالانزيم المسؤول عن الميتابوليزم ما تلقى.
كم كيلو بعد؟ جلايكوجين ستورج ديزيز ايضا كولكشن، هذا هم يسموه. تتذكرون جبت لكم تعريف جلايكوجين ستورج ديزيز من اخذنا جلايكوجين ديجنريشن من ذاك السنه، قلنا جلايكوجين ديجنريشن الجلايكوجين موجود في اعضاء الجسم بعد الكبد والعضلات الهيكليه، يعني هي نورمال هي نورمال دي جلايكوجين العضل الكبد و الكبد والعضلات الهيكليه نورمال دي جلايكوجين، بس باقي الاعضاء اذا دي جلايكوجين مو طبيعي. قلنا جلايكوجين تشينج جلايكوجين انفلتريشن ينخلل بالانزيم المسؤول عن تكسير الجلايكوجين. هذا هنا الحاله وذكر قلت لكم من يجي الامراض الوراثيه ترى اذكرها هذه جلايكوجين ستورج ديزيز. هذول العوائل يصير عندهم ابنورماليتيز بالجلايكوجين ميتابوليزم لان ما عندهم الانزيم اللي يحول الجلايكوجين الى سكر يستفاد منه الجسم. واحنا قلنا الجلايكوجين طبيعي بالعضلات الهيكليه والكبد بس غير اعضاء اذا جاء بالكدني بالدماغ كارثه، واذا بالدماغ كارثه، واذا بالامعاء كارثه، لازم يكون بس بالكبد بالكبد والعضلات الهيكليه. هنا مالت الامينو اسيد ميتابوليزم، هذا قلت لكم بالادرار تطلع فينايل كيتون يوريا الاد كابتون يوريا، هذا اني الامينو اسيد تطلع بالادرار، المفروض الادرار ما به هذه فينايل كيتون يوريا ولا في الاد كابتون يوريا، هذا اللي يصير اللي الامراض وراثيه تطلع بالادرار. حكي لي بعد ها كل امثله عليها، امثله على الامينو اسيد الالبينيزم. اذا فينال كيتون يوريا هذني مثال على امينو اسيد تطلع بالادرار. هالعائله وراثيه عندهم هذا الامينو اسيد يطلع بالاول الكابتون يوريا او فينايل او الكابتون يوريا او فينايل ال 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 هذي هاي هالامينو اسيد يطلع بالادرار المفروض ما موجوده الياد كابتونيوريا والفيلاين اللي نورمال يكتشفونه بالمختبرات. البينيزم، البينيزم هو البينيزم مرض فقدان الصبغه مالت الجسم، اذا مرض وراثي فقدان الصبغه مالت الجسم. الميلانين منين يصير؟ من الميلانوسايت تنطي تحت تايروسينيز انزيم الميلانوبلاست الموجوده بالجلد تحت الميلانوبلاست اصلها من الدماغ بالنيورال كريست مالت الدماغ. هاي الميلانوبلاست تنطي انزيم يسموه الترانسفيريز يحول الميلاني يحول التيروسين الى ميلان. هذول العوائل ما عندهم هذا الانزيم فيبقى جلدهم هذا ما هو عندهم ديفيت بهذا الانزيم جين بي ديفيت مسؤول عن هذا الانزيم. ما عندهم هذا التيروسين ترانسفيريز فيبقى الترانسفيريز ما يحول التيروسين الى ميلانين يبقى على العاديات. حاله الاخرى هاي كلها شوفوا عينه رجع لي بالله شوف عينه بيضه او داير ما يدور عينه بيضه او جسمه او هكذا شوفوا اكس لينكد ريسيسيف هذا جين مو كل العوائل عائله مو كل افرادها واحد غير العائله كل ما يطلع في الجيل واحد. لوكال كوتينيوس هذا يصير بالجلد شو مكان وبقعه بيضاء هذا لا مكان بالجلد اما يصير مكان معين بالجلد واما يصير دائما يدور العيون واما هو يصير نتيجه ريسيسيف جين افكت جين. فهاي العائله بين باحث من العائله ورا الجيل اخر يطلع عائله وهكذا غير اشياء. زين البليز بعد تضخم الغدة الدرقية هاي كلها أمثلة تضخم الغدة الفاميليا الغوتر حكي لي بعد هاي كلها أيضا تضخم الغدة الدرقية وراثي ما عندي شيء نركب على تي 3 وتي 4 وتي اس اتش خربطة بالهرمون مية شكل الغدة الدرقية يجوز ورم يجوز ديفكت غوتر وراثي هم ذول عوائل عندهم الغدة مالتهم كبيرة هذول مرض وراثي مو تي 3 تي 4 خربطة فيه القبطان يقطي الادويه مالت الثايرويد الاتروكسان واربعه يقوم يعطيه طيب هذا الاتروكسان واربعه يعطيه طبيب هذا علاج الغده الدرقيه المفروض خربطه بالهرمونات
هذه لا مرض وراثي عندهم، هي الغده الكبيره في العالم هو هذا اللي يسموه الغده. عندنا الامراض النتيجه للبيت، هذا كله ميتابوليزم. اخذنا امينو اسيد ميتابوليزم، واخذنا السكر، واخذنا الجالاكتوزينيميا الجالاكتوزينيميا، واخذنا السكر، واخذنا الالبومين، واخذنا الالبينيزم، واخذنا الامينو اسيد ديستربانس فينايل الكيتونيوريا، واخذنا الكاربونيوريا هذا الامينو اسيد طبعا بالادرار وسوي المشاكل. هنا عندنا الخربطه والدون اعطيتكم اياها بالفصل الاول من قد كوليسترول ابنورماليتيز الباثولوجي اربطه شيء قلت لكم ترى بالفصل الثاني بالامراض الوراثيه من اخذنا قلنا من اخذنا ورا الفاتي تشينج قلنا كوليسترول ابنورماليتيز بالجسم هذا تذكروا من بيك ليمان بيك ديزيز وجوتشر ديزيز وزان فوماتوس ديزيز هذول امراض وراثيه نتيجه ترسيب الكوليسترول بالجسم. فاتي تشينج فطيرات دهن داخل خلايا، فاتي تشينج فطيرات دهنيه داخل خلايا، هذه شو حل؟ فاتي تشينج بس ابنورماليتيز مو الكوليسترول هذا الامراض اللي هي مثال عندنا الهايبر كوليسترولينيا وعندنا هايبر ترايجليسترين هذول ايضا عوائل معينه. شوف ترايجليسترايد عالي عندهم، المفروض ترايجليسترايد مسجود على 161 هذول العوائل يصير عندهم 1300 هذول ما يعمرون عندهم هم وراثيه ترايجليسترايد عالي، واكو عوائل هم عندهم الكوليسترول عالي وراثيه هذول. فهنا الهاي ترايجليسيميا هايبر كوليسترولينيا والهايبر كوليسترولينيا مرات في ثلاثه سنه سويا مريض واحد مرات الكوليسترول نورمالي عالي هذا غير كوجينتا، ومرات التراي عالي، مرات الثيناتين عالية بهذا المريض هذا ما يعمر زين. ننتقل الى اكو سكندري هايبر لايبيميا، سكندري هايبر لايبيميا هذا يصير سكندري هذين الحاله هاي اما تصير وراثه هاي وراثيه مرات الثينات نفس المريض. هذول طبعا المرضى اللي عندهم دهون عاليه سواء ترايجليسرايد او كوليسترول عالي عرضه الى تصلب الشرايين، عرضه الى الضغط العالي هايبرتيشن تصلب الشرايين. شوف الشريان مالته كله دائما دون دهون وسد الشريان هذا الحاله المرضيه مالته، وترسب الدهن في كل جسم المريض. هذول العيون ترايجليسرايد عاليه وكوليسترول عالي، واذا فيلات الزاقطين تشوف الجسم كله دهون، الاوعيه الدمويه دائما يدورها دهن قافلها، والقلب دائما يدور دهن، وهكذا. على حاله السكندري هايبر لايبيميا هاي تصير اثناء الحياه. فيزيولوجيكال تصير هذه. هاي تصير اثناء السكندري هايبر لايبيميا. بالحوامل الدهون تزيد عندهم. هذه سكندري. أثناء الحياة تصير الحامل صار عندها ورا ما تنتج طبيعية، مرات سكر بالحوامل يصير مؤقت ورا الولادة ترجع جسمها طبيعية. إذا هاي وقتية ترانزيانت وقتية. فالهايبر لايبيميا يصير بالحوامل، يصير بالبريجنسي، أو يصير حالات ويا الهايبر ثايرويديزم تضخم الغدة الدرقية مرات، مرات من سد المرارة أو القناة الصفراوية من تنسد، مرات تصير بحالات بالكليه هذه او حالات السكر. ولهذا ابو السكر شوفها لونه اصفر، ليش؟ عند الدهون اللي ترسب جسمه. هاي يسموه سكندري هايبر لايبيديميا، تصير اثناء الحياه، هذه مو وراثيه، تصير اثناء الحياه. هاي مو وراثيه سكندري، هذيك الوراثيه. الترايجليسرايد العاليه والكوليسترول العالي والثيناتين من السدان ما دون العيه الدمويه دهون دهون تشتح كل الجسم. هذه سكندري اثناء الحياه. مثلا مر حامل عنده دهون تصير عاليه طبيعيه. غير الحمل الغده تضخم الغده الدرقيه الدهون تزود فيها. من تتعالج ترجع طبيعيه. السكندري يعني من تتعالج ترجع طبيعيه. حاله الانسداد مال القناة الصفراوية، حالة انسداد المرارة تصير الدهون عالية بهذه، من تعالج المرارة رجعت الدهون طبيعية، من ذبت الطفل مالها الحمل خلصت رجعت الدهون طبيعية، من تعالجت من الغدة الدرقية رجعت طبيعية، هذا يسموه سكندري. مرضى السكر هم يصير عندهم
مرضى السكر يصيروا ليش؟ لأنه السكر النورمال ميتابوليزم مال السكر بالجسم يساعد على تسيير الدهون في داخل الجسم. مرات الدهون تتحول إلى سكر، مرات السكر يتحول إلى دهون، وهذا اللي يصير السكر. يجي هنا وراها خلصنا تقريبا. ليبيد ستورج ديزيز هذه أمثلة عليها بس. جوتشر ديزيز هذه قلنا ابنورمال اكوليشن اوف فات سبستانس موجوده في كل خلايا الجسم. تصير بالماكروفيجز تبلع الدهن. الماكروفيجز تبلع الدهن او يسموه ريتيكولاسايت تبلع الدهن وتسميه خاص للدهن خاص للدهن. هذا امثله عليها. جوتشر ديزيز اللي يصير بالسبلين وبالبون مارو بالجلد وبالدماغ. نيمان بيك ديزيز اللي يصير بالريتيكول اندوثيليا سيستم والابيثيليال سير والكونكتيف تيشو. اميروتيك فاميلي ايديوساي فوسفوليبيد جلايال سير مالت الدماغ بالجانجليا مالت الجهاز العصبي بالجانجليا وبالجهاز العصبي. زانثوماتوسس ايضا الدهون تصير بالعضلات الهيكليه والتيندن. زانثوماتوسس العضلات الهيكليه والتيندن الضباطات دهون صدر وقد كل هاي كلها امثلة عليها. اذر تايبس ار ثوما كوليسترول السكين والايدن والتيندن نفس هاي الحالة. هاي نفسها هنا صير عضلات الهيكلية والعظم هنا صير بالجلد وبالعين وصير بالتيندن نفس مثل ما قلنا نفس حالة الزانثوما هذه. يعني هن اربع انواع جوتشر ديزيز ابنورماليتيز مالت الكوليسترول بالجسم وراثيا اربع اشكال. اما نيمان بيك ديزيز او الجوتشر ديزيز، جوتشر اللي يصير بالطحال والنخاع العظم والجلد والدماغ. نيمان بيك ديزيز اللي يصير بالابيثيليا والكونكتيف تيشو والكلوندوفيليال سيل. اميروتيك فاميلي هذا اللي يصير بالجلايا سيل الجلايا مالت الاعصاب، هذا يصير بس بالاعصاب المحيطيه مو بالدماغ مثل جوتشر ديزيز. هذا يصير هذه يصير قلنا بالاعصاب الميروتيك يصير بالجانجليا مالت البريفرال نيرف. زانثوماتوسس هذا يصير الخلايا تبلع الدهون داخل اما العضلات الهيكليه واما التيندن او العضلات الهيكلية. خامسه اذر تايب هاي نفسها الرابعه تصير بالامارات بالجلد وبالعين وبالتيندن ويا العضلات الهيكليه. اذا اربع انواع مالات أمراض كوليسترول أبنورماليتيز مثلا numerate types of chromosomal abnormalities individual كوليسترول أبنورماليتيز individual. أعتقد بعض ماذا شيء هذا إحنا ساعة هسه اليوم خلصت الفصل الأول. هاي المحاضرة خلناها بس مختصرة النقاط اللي ركزت عليها كل شيء.